أحمد أحمد عطير الشباب. فرانك ريكارد أعلن قائمة الأخضر التي ستستعد للمواجهة الحاسمة في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال المقبل. الهولندي اختار 26 لاعبا مثلوا مختلف الأندية السعودية، أسماء جديدة وأخرى مبعدة، والتغيير لم يطرأ على حراس المرمى، فبقي وليد عبد الله وحسن العتيبي وياسر المسيري وأحمد الكسار حماة للعري. وفي الدفاع تواجد حسن معاذ وأسامة هوساوي وكامل الموسى وعبد الله الزوري وكامل المور وسياف البيشي ومحمد عيد وياسر الشهراني. وفي الوسط حضر أحمد عطيف وسعود كريري وأحمد الفريدي ومعتز الموسى ومحمد الشلهوب وعبد العزيز الدوسري ونواف العابد وسالم الدوسري وتيسير الجاسم ويحيى الشهري. وفي الهجوم نايف الزازي وناصر الشمراني وياسر القحطاني ويوسف السالم. الغائبون محمد نور للإصابة وأسامة المولد الموقوف، فيما استبعد مشعل السعيد وعبد الله شهيل. ثلاثة عناصر ستمثل المنتخب للمرة الأولى: ياسر الشهراني وسياف البيشي وسالم الدوسري. الهلال تصدر القائمة بثمانية لاعبين، وتلاه المتصدر الأهلي بخمسة، ومن ثم الشباب بأربعة. على غير العادة التشكيلة أعلنت من مقر جمعية الأطفال المعاقين، وكأنها رسالة أراد من ورائها الاتحاد السعودي لكرة القدم أن يزيد الدعم المعنوي لممثلي الوطن قبل ملاقاة أستراليا في 29 من الشهر الجاري. وإحنا الأطفال راح ندعم المنتخبين، نتمنى أنه يفوز على أستراليا ويتأهل للدور الثاني. صح أنهم يزعلوننا أحيانا، بس الحين متفائلين. سلام المناصير، صدى الملعب.